أشهر طبيب بالعالم كان مسافر، هو مسافر صار في طرق عطل بالطيارة، وهو كان كتير مستعجل رايح على بلد بده يعمل عملية جراحية. بقى عم بيقول للأوتيس أو المسؤول عن الكروب الطيارة أنا كتير مستعجل، قال له فيك تاخد سيارة وتروح، لأنه بدنا بعد نحن لنروح ما في غير طيارة بهالمطار لهالبلد، فيك تاخد سيارة وتروح بالبر. هو رايح بالبر تعطلت السيارة، اضطر يفوت على بيت، هالبيت لقى فيه حجة عايشة وحدها يعني على قدها بالفقر كذا، بيت عند الليلة ضيفته قويته، يعني كتير انهمل لأنه كان تعبان من الطريق إلى آخره. قالت له قديش كل أمنياتها تحققت بالحياة، وقد هي عايشة براحة بال وبإيمان وبروحانية ومديتيشن هالقد، هالحجة عايشة بسلام داخلي. طلع لقى عندها ولد صغير مريض، قالت له كل أحلامي تحققت، ولكن هالطلب الوحيد اللي طلبته بإيمان ما بعرف ليه بعد ما تحقق. عم بيقولوا لي عن أشهر طبيب بالعالم ممكن يشفي حفيدي اللي عايش معي بالبيت، شايف كيف هو مريض وما عم بقدر بوصل لهالطبيب لأنه أنا بمنطقة بعيدة. قال لها مين هو هالطبيب؟ قالت له فلان الفلاني، طلع هو هالطبيب يلي نزل لعندها. يعني طلبها بإيمان، وشو ما طلبته بإيمان ممكن إنكم توصلوا له إذا كانت الفكرة أنتم مصدقينها وبداخلكم مزبوطة. يعني قد ما فيكم الإيجابية تكون مسيطرة على حياتكم أهم بكتير من أن الواحد يشك بقدراته ولوين بده يوصل وشو بده يحقق بالحياة. نحن وياكم ما بدها هالقد اليوم سألنا عن أسوأ صفة بشخصيتكم. مش غلط أبدا الواحد يقدر يتعرف على صفاته السيئة، كتار جاوبوا. قبل ما نبدأ مع ما بدها هالقد، ريتا تايجر، عيونك سهام حب وشوق ألمح بهما بعد المسافات والنجوم. ثانك يو يا ريتا، أنت مزوقة كتير. بالنسبة لأسوأ صفة عندك إياها، بشوف إذا أسوأ شيء بشخصيتي إني بعصب بسرعة بعد 5 دقايق بروق ولا كان في شيء. صباح ورد يا اطهر صباحاتي، ثانك يو يا ريتا. مع حسن قفار، أسوأ صفه بشخصيتي هي انه كتير صريحه، ما بعرف خبي، بقول رايي حتى ولو بدي اتعرض لمشاكل، طبعا اذا كان عن الحق او الظلم او اي موقف. صابرين طالب، صباح الورد لشمس التفاؤل. جوزيف، ثانك يو. بصراحه في كتير صفات سيئه، واكثر شيء اني ما بعرف جامل حدا، اللي بحبه بيسكن قلبي واللي ما بحبه ما بطيق شوفه. تحياتي لعالم الصباح ولك، ثانك يو. غنوه قهوجي، أسوأ صفة أنه ما بكذب، وإذا حدا بخبرني شيء دغري بصدقه. أقولك مش منيحة؟ عم تسألني بعضه بلا منيحة، ما بعرف فيها هيك وهيك. يوسف حسين، أسوأ صفة عنا صراحة كتير بالحياة، بهالحياة بس ضميرنا مرتاح لأنه منحكي الحق وما في شيء منستحي فيه. سعد صباحك جوزيف، ثانك يو. نهلة، ترحون التشاؤم والكسل وعدم حب النفس وتقدير الذات. إيش يا نهلة، هلا تزعلوا كتير لميلاد، هلا بتجاوب عليها أكيد رح تبقى براسك. تيما خداج، عصبية ومتسرعة، حميدة التعصيب وما قادرة أتخلص منه. أبر مام، مش قادرة أكون حازمة مع أولادي بس يغلطوا لأني بحبهم كتير. صباح الخير. قلبي الطيب والصراحة غنوة. طيف غضبان، طيب لحد المثالية. ريم علي، مزاجية وطيبة قلبي لأنه أحيانا مش مفروض يكون هيك. ما بدها هالقد ما عملت. صباح الخير ميلاد. صباح الخير جوزيف، كيفك؟ أنا الحمد لله. انا قريت لك الاجوبه، في كثير تعليقات ولكن بتشبه بعضها. يعني اكثر شيء الواحد بيحكي عن قلبه الطيب، عن صراحته، عن صدقه، وكمان في عن التشاؤم وعدم حب الذات. قديش الواحد بشع بتصور انه ما يحب حاله، يحب حاله الى درجه ما بتوين براكتس، مثل ما نحن دائما نشرح كيف لازم يحب حاله باي طريقه ويصدق نفسه. شو تعليقاتك اول شيء على الانقال من الصفات السيئة عن شخصيات المشاهدين؟ هلا نحن لما قررنا جوزيف أنه نوضع هذا السؤال لحتى نبحث فيه، كان وضعه هو فخ. نعم. لأنه أنت اليوم لما بتجي بتقول شو هي أسوأ صفاتك، بتعرف أنه هذا سؤال نسبي، بيرجع لأنت كيف بتشوف حالك، وبيرجع لأنت كيف حاكم على حالك. سو هذا السؤال هو بحد ذاته كان سؤال فخ نحن وضعناه لحتى نشوف كيف ممكن نحن منشوف حالنا، لأنه اليوم الدراسات النفسية أثبتت على أنه نحن الطريقة اللي منشوف فيها حالنا هي الطريقة اللي منحكم فيها على حالنا. وإذا لاحظت جوزيف أنه بهالدنيا ما في شيء اسمه صح وغلط حتى بالأجوبة. يعني في بعض الناس اللي بيعتبروا صراحتهم هي نقاط قوتهم، في بعض الناس بيعتبروا صراحتهم هي نقاط ضعفهم لبل أسوأ. عشان هيك هو السؤال بحد ذاته منه منطقي، بس احنا حطيناه قصد، لانه لما بقول انا أسوأ صفه عندي، شوف شو هالسؤال اللي بده، اذا بدك مراجعه بحد ذاته بالكلمات، لانه مين قال أسوأ؟ هل في أسوأ بالمطلق؟ يعني اليوم الصراحه اذا طلعت الصراحه سيئه،
طلعت انه انا عصبيتي سيئه، مين قال يمكن عصبيتي منا اسوأ شيء فيه؟ بس ليش نحن طرحنا هذا السؤال؟ طرحنا هذا السؤال جوزيف لانه اليوم موضوع الحلقه الوصمه. باللغه الانجليزيه بنقولها الليبلينج، يعني نحن كناس بهمنا مرات انه نوصم حالنا باي بمعنى انه بتعرف كيف بيدمغ، كيف الواحد بيدمغ حاله، أوكي. كيف مرات بندمغ جسمنا بتاتو بوشم، منوشم حالنا او منوصم حالنا بصفات بتصير هي هيدي الصفات متملكتنا وبنصير نصدق حالنا انه احنا عندنا هيدي الصفات. رح اعطيك مثل، شخص بيقول لك انا عصبي، نعم، انه انت عصبي بالمطلق، يعني شخص عصبي لازم يكون 24 على 24 ساعه عم يرجف. بقول له في اوقات بتكون فيها انت منك عصبي، بقول لي ايه، بقول له عندك اولاد، بقول لي ايه، بنتك دي عمرها هي 4 سنين بحبها بغنجها بقعد بلعب انا وياها، بقول له بهيدي الاوقات يلي انت بتكون فيها عم تلعب مع بنتك بتكون عصبي؟ بقول لي لا. بقول له فاذا انت كيف بتحكم على حالك انك انت عصبي؟ هلا هالرغبه، رغبه الانسان بانه يلاقي صفات كثيره او تو بيقولوا بالانجليزي تو بيلونج، او انه هو يلاقي انه بيشبهني، بيشبهه، عندي شيء، عندي هيدي الشيء، هيدي رغبه عند الانسان، رغبه من اول ما اجى على هالكون لحتى يفهم حاله. بس مرات هو عم يفهم حاله بيكون عم يأذي حاله لأنه بيكون عم يوصم حاله بصفات هو منا هي. طيب عفوا سؤال هون، يعني هون المطلوب أنه نفكر دايما بصفاتنا أنه هي إيجابية مش سلبية، لا تكون أسوأ صفة، لا بس ما أوصم حالي فيها بمعنى أنه أنا أعتقد لأني أنا بعصب إذا حدا حكاني، إذا أنا ما أنا عم بتعامل مع هيدا الوضع قول أنا عصبي. طيب بلكي غيرك وصمك بهالصفة؟ هلا في مرات معك حق وثانك يو على السؤال، انه في مرات غيرك بيشوف انه عندك تصرف بيستاهل انه يعطيك صفة معينة عليه. نعم. بس كمان بهيدا الشخص يلي عم بيقول لك اياه تصرفك العصبي مش انت عصبي. نعم. ليش؟ تقول لك وين مدار هيدا الشيء جوزيف؟ مدار هيدا الشيء انه انت عم تحكم على حالك انك تحط حالك ببوكس وبيصيروا الناس اصلا يشوفوك بهيدي الطريقه وانت مصدق حالك بهيدي الطريقه ولبل انت بتصير ماشي كل احداث حياتك على هيدي الطريقه. ليش عم اقول لك هذا الشيء؟ كارول دواك البسيكولوج اللي اذا بدك الاشهر بشيء اسمه المايند سيت، يلي حكيت عن المايند سيت او حكيت عن العقليه، نعم، قالت جوزيف في نوعين من الناس. بتعرف نحن بالزمانات كنا نعتقد انه الذكاء هو شيء ثابت، بالزمانات كانوا يقولوا الذكاء له علاقه بقديش الجمجمه كبيره والجمجمه صغيره وشكل الجمجمه وين ما. بعدين وصلنا لمرحله صرنا عم نحكي عن الجينز، عم نحكي عن الجينات يلي هي بتحدد. نعم. كارول دواك بالبحث الاشهر يلي عملته حول العقليه لقيت انه في نوعين من الناس، في نوعين الناس بيعتقدوا انه انا عندي هالقد ذكاء، عندي هالقد صفات، وانا كل حياتي لازم اقعد برهن انه هيدي الصفات هي صفات جيده. وفي ناس تانيين بيعتقدوا انه هن بتعلم مستمر وبتغير مستمر وبالتالي ما في شيء ثابت بحياتهم. نعم طبعا هيدا الاصح، هيدا الاصح يعني خبره الحياه بتخليك يا تتخلص من اذا بدنا نسميها صفات سيئه بحياتك تعرف تتعامل معها باي طريقه تظهرها وتظهر الجيد. إيه؟ يعني هون بيعود يعني الدراسات اللي بنحكيها دائما انه الانسان كيف لازم يكون ايجابي ويعرف يتعامل مع نفسه ويتعرف على نفسه قبل كل شيء. يعني رح اعطيك انت كنت عم تخبر قبل خبريه، رح اقول لك انه رح اقول لك خبريه ورح اقول لك نوعين من الناس كيف بيتفاعلوا مع الخبريه. اليوم طالب بالجامعه راح لقى انه اخذ سي بلس، يعني اخذ علامه منا كثير سيئه بس منا كثير جيده، منا اي ولا بي سي. نعم. سي. هو عم يطلع بالسياره لقى انه اف الشرطي اجى عمل له ضبط بسيارته. ريت؟ نعم. وهيدا بتقول عنا هيدي الخبريه بتخبرها عنا بالكتاب. بعدين عم بيقول لانه رجع على البيت ومهموم عم بيتلفن لرفيقه بيقول له رفيق بعيط عليه بيقول له دخيلك همي انا اكبر تركني عيفني ما الي جلادي اسمعك. ريت؟ نفس الخبريه لحديت اثنين من الناس. اوكي؟ نعم. نعم. كيف تفاعلوا معي اذا بدك ناخذ اتصال؟ في اتصال بناخده بعدين بقول لك كيف النوعين من الناس بيتفاعلوا. سامية صباح الخير. انا صباح الخير جوزيف. كيف صحتك؟ الحمد لله ابو شي بهنيك على الطاقه الايجابيه اللي مدي عم تظهر على الشاشه بطاقه ايجابيه كثير بتريح النفس. الله يخليكي، شكرا لك. والوالي بتريح النفس من الطاقه الايجابيه. والله يعني بستمدها منكم صراحه ومن الدروس اللي بنتعلمها بالحياه، هي اهم شيء ونصائح ميلاد. اضطراب المديتيشن. الله يخليك، الله يخليك. طبعا في عندك سؤال لميلاد ست؟ نعم عندي سؤال وهالسؤال تفضلي مدام سامية. سؤال كثير يعني هو حلو بنفس الوقت بشعر انه عم بزعج نفسي، هو العطاء. نعم. شو العطاء؟ العطاء
يعني هيدي شغلة هي حلوة، ولو مش باستطاعتي بحب اني اعطي. مش غلط، حلوة كتير. بس بتأمل انه يشرح لي شيء. انا عندي مديتيشن، ولكن بعد الاوقات بتكون مزعوجة، ولكن حب اني اعطي لو ازعجي. نعم نعم. بس في شغله انا بس بدي اسالها، ست مزعوجه من فكره انه عندك صفه العطاء اللي انه يعني على طول يعني عندي شيء غريب، يعني بتشعر عندها حاجه دائما انه طبعا اي شخص بشوفه بحاجه اني اعطيه، لازم اعطيه، لو بس استطعتي اني اعطيه. نعم نعم. شكرا لك مدام سامية، رغم انه هذا السؤال خارج موضوع الحلقه، بس انا بدي اقول لك شيء. في ناس بيتربوا على فكره العطاء، في ناس بيعطوا، ونحن لانه كثير بنسوق فكره انه لازم نعطي مجانا، بس كمان لازم نعرف وين عم نعطي وعطائنا بمين عم يعمل. لا، في ناس لانه نحن مرات بنكون بحاجه جوزيف ل اذا بدك يرجع لنا شيء من العطاء. نعم. في ناس بيشعروا بالفراستريشن او بالاحباط مرات اذا بيعطوا 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 لناس وما بيردوا لهم، ما بيردوا لهم. اوكي. مشان هيك انا بدي اعرف ليش انت عم تعطي، شو السبب اللي عم تعطي؟ يعني انا هيدا فكره العطاء المجاني يلي كثير بنسوق له بفكره انك انت تعطيه، وناس بيقولوا مول منيح وكب البحر، او حتى تعطيه لامور لمعتقداتك الدينيه، يعني اعطيه ونسيه ورح ترجع لك وهيك. في كتير ناس بيكونوا متربيين، لا، مهم كمان أعرف أنا وين عم بعطي، مين عم بعطي، ولما عم بزرع كيف عم باخد بالفيدباك. ومهم مرات حتى أخذ الفيدباك، يعني أنا ما فيني ضل أعطي جوزيف ما بيقلي ميرسي. أنا ماني ناطر من جوزيف شي كتير، بس ناطر منه ميرسي. كتير مهم أعرف أنا شو ناطر، لانه في ناس بيقول لك انا ماني ناطر منك شيء، بس هو بيكون ناطر. يعني اوقات انت برايك انه العطاء اذا كان زايد عن حده ممكن يكون سلبي؟ ما هو علينا لك، هي ما قصه حد، ما قصه كميه. نعم. هي قصة نوعية وقصة مفهوم. إذا بدك فينا نبقى نخصص حلقة لمين كتير عن هالموضوع. يعني لا، وأنا شو ناطر من العطاء؟ يعني في ناس بيكذبوا بيقول لك أنا ماني ناطر منك شيء، بس أنت إذا ما بتقول له ميرسي طب إذا بدي أنصح سامية شو بقول لها؟ أنا بقول لها سامية، سامية بنقول لها عرفي كيف عم تعطي وليش عم تعطي، بعدين انتبهي إذا العطاء بده يتعبك معناتها في مشكل. ما هو العطاء إيكوال فرح، إذا العطاء عم يعمل لك تعاسة يعني في مشكل، بدنا نعيد النظر بهيدا العطاء. نعم. رودينا صباح الخير، رودينا من شويفة. صباحكم وصباح سيد ميلاد. الله يخليك يا رودينا. الله يديمكم يا رب. الله يخليك، تفضلي رودينا. أنا متزوجة، عندي زوجي أول كلمة ثاني كلمة بتكون اتكسرت الدنيا. يعني ما عنده حل وسط أبدا، العصبية كتير 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 عنده قوية، ونفس القصة مع أولادي نفس الشيء، يعني ما عنده حدود للعصبيه تبعيته. نعم. ممكن يوصل الواحد يعني لحاله القتل، يعني تخيل لاي درجه. يعني يا رب يدخل. ما عنده يعني بتحكي معه هو رايق، يعني ما في حدود دغري. نعم. من الرواق دغري بصير بالمره بجد. رودينا خليني اسالك كم سؤال. اول شيء يعني تكسر بضرب، أذية لدرجة ما بتتصورها. لمين الأذية؟ مين بيضربك لإلك رودينا؟ نعم. بيضربك لإلك؟ بيضرب الأولاد. صاروا شباب، حتى ابني عمره 20 سنة. نعم. بمد ايده عليه بيضربه، ما عنده حدود، ما عنده. نعم. حدود بالمرة. نعم. يعني العصبية شيء مش طبيعي، يعني. نعم. كأنه يعني أيام وقت بيتصرف هالشغلات بحس الواحد أنه كأنه عنده شيء مش مزبوط بحياته. نعم. نعم. يعني رودينا خليني أسألك، أنا متأكدة أنه ما عنده شيء مشروب. نعم. أو شيء. نعم. خليني بس أسألك كم سؤال لأنه وضحت الصورة. نعم. خليني أسألك كم سؤال. هل زوجك؟ تفضل. هل زوجك اصبح لا مش هل زوجك؟ واحد انسان مستهتر مجنون. اسمعيني شوي رودين. ايه اسمعيني شوي. هل زوجك اصبح عنيف؟ يعني كان منه عنيف وصار عنيف، ولا انت من اول ما تزوجتيه كان عنيف؟ من اول ما تزوجته، بس عم بزيد حاله العنف عنده. عم بتزيد مش طبيعيه. أوكي. عم بتزيد حاله العنف. نعم. يعني انت بتتذكري من اول ما تزوجتيه كان عنيف؟ من اول ما تزوجنا كان عنيف، من اول من فترة اول يوم بزواجنا كان في ضرب 100%. ما هيدا اللي بدي اقول لك، لانه هيدا الشخص واضح انه تربى على العنف. يعني هو يا رودينا، ولحتى ما نكون عم ننظر، لانه هيدي الحالة هي حالة كتير كبيرة وبدها. نعم. بدها بحث وهيك. اذا بدك تسكري لحتى اعطيك في اسمع من يعني اكيد 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 فيه فضل. اكيد يا رودينا فضل. اكيد. نعم. ليك جوزيف، يعني هيدي حالة. نعم. منه وضع اني، يعني اليوم انا ليش سالت لحتى اعرف انا من وين بلش العنف، لانه. نعم. بالعنف في عندي، يا هو شو العنف؟ هو الشخص العنيف ليش عنيف؟ ما تعال اسال ليش عنيف؟ في سبب، في مبرر، في انه تربى على هالطريقه، تربى على طريقه انه هو بي 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 بيستخدم
قوته الجسدية ليعبر عن شيء بيعتقد انه هو هيدي هي الطريقة التعبير المضبوطة. لحتى نغير نحن هيدا الرجال هلا بين ليلي وضحاها ما فينا نغيرها. هلا في عندي كذا مشكلة مرتبطة بهيدي المشكلة. اول شيء برودينا كيف قبلت كل هيدي الفترة انه يصير في هيدا العنف؟ يعني انتبه رودينا مع انه انا واضح وبس واضح انه هي ضحية هيدا العنف بس ما بحب خليها تضل عايشة بدور بس الضحية لانه في عندها مسؤولية. فيها تكون في حل انه هي تتعرف على شخصية زوجة اللي هو معنف وتقدر يعني تتعامل معه بطريقة ما يوصل لهالمرحلة هيدي؟ ما هو هذا بدنا نفهمه. يعني أنا اللي بدي أفهمه منه إنه هيدا الزلمة على المرحبة بيصير في عنف أم في شيء؟ شو ينفتيح العنف عنده؟ لازم نفهم نعرف شو ينفتيح. يعني شو اللي بيخليه؟ هل هو خلاص هيدي عادي يومية؟ لأنه في ناس عندهم عادي يومية. في ناس لأنه بمعتقداتهم إنه أنا لازم خبط المرة لازم اضربها. بدك كمل جوابك بعد البريك ولا عندك شيء؟ بس انا لا بس بدي اقول لها رودينا رودينا انتبهي، انت اليوم عم تتعاطي مع قضيه بدك مساعده. يعني هلا انت طرحتيها قدامنا على التلفزيون بس نحن 100 كلمه هلا بنقول لك على التلفزيون ما بتفيد، بدك مساعده فعليه، بدك تقعدي انت والاولاد وتقرروا شو بده يصير بهذا الشيء، خاصه انك عم تقولي انه الشخص عنيف وبيأذي. لانه انا ما بعرف اي متى بيأذي، لشو بيأذي، شو هي الاوضاع، هودي كلهم فكري فيهم، شو اللي بخليه يكون عنيف ولا لا. في اوقات تكون امور مخبيه عند الشخص. مزبوط، نحن سمعنا راس خيط. هلا تعال فكر شو الوضع، شو اللي بخليه، شو هي المعتقدات اللي بتكبس له هيدا الزر براسه، هيدا زلمه بيتصرف بعنف على شو مكان ولا لا. لانه كمان هيدي القصه ما فينا نعملها ليبلينج، ما فينا نوصمها انه لانه هيك يعني هيك. كل قصه كل حاله في عندها ظروفها. هيدا الزلمه معرض للضرب، ضاربينه أهله، يعني الاولاد هلا قلتي صاروا مثل بيهم، معناتها هو مثل بيه يمكن يكون. يعني هيك شخص بتصور يمكن بيأذي نفسه كمان. انا اذا بدي اعطي عن جد نصيحه لا رودينا بدك مساعده. بدك مساعده. ثانك يو لرودينا ولساره، حتى ميلاد رح نرجع لك بعد البريك ما بدها هلا، خليكم معنا.